فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ولهذا يقول في المثل، يقولون يفسد الدنيا أربعة: نصف فقيه، ونصف طبيب، ونصف نحوي، ونصف فيلسوف. هذا نصف الفقيه يفسد البلدان لأنه يعني يفتي بغير علم، ونصف الطبيب يفسد الأديان، نصف الطبيب يفسد الأبدان، يفسد الأديان. نصف المتكلم، احنا قلنا فيلسوف، لا متكلم، نصف المتكلم يفسد الأديان، يفسد الأديان. ونصف النحوي يفسد اللسان. يفسد الدنيا أربعة: نصف فقيه، نصف طبيب، نصف نحوي، نصف متكلم.